يا الله، السلام عليكم شباب. شباب، اول شيء اتمنى تشتركون بقناتي الثانية، ذيك خاصة بالشروحات. نشرح بيها على الطيور وعلى الامراض وعلى التكاثر الطيور. الرابط مالتها موجود بالوصف، اسمها بلاب الضرغام الميرزة. شباب، اللي موصيني على كاسكو، العفو، اللي موصيني على كاسكو افريقي اليف. شباب شوفوا هذا، شوفوا عينه شباب، عينه رصاصية، ألافة فول، ما بي أي عضة، دجاجة، طير دجاجة، نظام يصعد داخل وخارج القفص، تخلي إيدك بحلقه، يقبل تمسيد على كل جسمه، طير بعده طينة، أنت شكله باللي يعجبك. وشوفوا شباب، هاي عينه، هاي عين الطير، رصاصية، بعده صغير. يعني تاخذه على مزاجك، شو تريد تعلمه على مزاجك يتعلم، يقبل تمسيد على كل جسمه. هذا واحد، ولك، وهذا الساقط، هذا يحكي و لا اخوك لك، هذا الطير يحكي شباب بكلام خير من الله وألافه، يصعد نظامي داخل وخارج القفص، يقبل تمسيد. بس الطير شباب كان ناتف وهسه عالجته بكلام شباب، هذا بيه هواي كلام الطير. شوفوا شباب، هاي بطنه نسيل، وهاي شوية بظهره هم نسيل. اللي يحب يشتريهن يتواصل وياي، الرقم مالتي موجود بالوصف، الرقم نفسه بي واتساب. شباب شوفوا هذا الطير، شباب شوفوا هذا الساقط، هذا اللي يحكي، هذا شباب 650، هذا وهذا الصغير شباب، هذا الصغير هم 650، مكان بغداد، ولك عفوا، مكان بغداد الحسينية مال راجدية. الرقم مالتي موجود بالوصف، ولا تنسون تتابعوني على قناتي الثانية باسم بلاب الضرغام الميرز، الرابط مالتها موجود بالوصف وموجود بأول تعليق. شوفوا شباب، هذا شوفوا عين، هذا عينه، وشوفوا عين هذا بعد رصاصي، لك 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 عفوا، بس هذا ساقط، هذا يغلط، هذا بارح يسبني القوات، هذا بس خوش طاير حلو. شباب هذا مشكلته، هذا اللي ياخذه كون ما يبقي يا خايس انشب. شو اسمه شباب، هذا اللي ياخذه ما يخليه بقفص كون، لانه ما يحب القفص، يحب يلعب ويا الجهال، هاي اجتماعي ويا الكل، بس مصيبته اذا خليته بقفص ينتف، يا اما ستاند يا اما تخليه فوق القفص. ومثل ما شفتوا شلون يغلط عليه هسه قدامكم الخايس هذا. وهذا شباب شفتوه طينه، بعد ماكو عض، ما يعرف يعض شباب، ما يعرف يعض، يعني عنده طفل هاي يخليه ويأمن. راسك بابا راسك، شاطر، لأن الطيور قدامكم شباب. يحب يشتريهن يتواصل وياي، التك ب 650 شباب جوا السوق.